أهلا ومرحبا بكم طلبة الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن نلتقي من جديد ليكون لنا حديث ولقاء في هذا الأسبوع. طلبتي في الأسبوع الأول الحديث عن الأردن في العصر الحديث. وعندما نتحدث عن الأردن في العصر الحديث لابد بداية قبل الحديث عنه أن نتحدث عن الثورة العربية الكبرى. وفي الحديث عن الثورة العربية الكبرى نقول طلبتي، والحديث في صفحة 10 من كتاب تاريخ الأردن، أنه دخلت بلاد الشام تحت الحكم العثماني بعد انتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج دابق عام 1516. ولتحقيق الدولة العثمانية سيطرتها على بلاد الشام والحجاز أنشأت سكة حديد، وهي سكة حديد الحجاز الذي تمتد من دمشق عبر الأردن مرورا إلى الأماكن المقدسة في الحجاز. وفي أواخر العصر العثماني، وهنا كان الحديث، سيطر حزب الاتحاد والترقي على السلطة في الدولة العثمانية، وطبق سياسة التتريك على البلاد العربية كافة، وتمثلت هذه السياسة الطلابي بفرض اللغة التركية في التعليم والمؤسسات الحكومية، إهمال اللغة العربية، فرض الضرائب الباهظة، التجنيد الإجباري على العرب. من هنا بدأ الأحرار، أحرار العرب، بالتفكير بالاستقلال. ودخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول الوسط، وهنا يأتي سؤال عادة، من أو ما هي دول الوسط؟ دول الوسط طلابي تضم ألمانيا والنمسا. هذا السؤال هو من أسئلة الوزارة في الضع دائرة. فاتجهت الأنظار إلى الشريف حسين بن علي رحمه الله بصفته شخصية دينية وسياسية مرموقة، جمعت بين النسب الهاشمي المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقيادة الحكيمة، إذ أنه كان زعيماً لمكة. الشريف حسين بن علي كان زعيماً لمكة ورائداً للنهضة العربية في تلك المدة، وذلك من أجل قيادتهم وتخليصهم من ظلم الاتحاديين وتأسيس دولة عربية مستقلة برئاسته. فبدأت الثورة العربية الكبرى، وتزعم الشريف حسين بن علي النهضة العربية من أجل تحرير العرب ووحدتهم. بعد ذلك استطاعت قوات الثورة العربية الكبرى بقيادة أنجال الشريف حسين بن علي الأمراء علي وعبد الله وفيصل وزيد تحقيق الانتصار رافعا الجيوش العثمانية. بعد ذلك نأتي إلى ما يسمى بوعد بلفور، اللي هو هذا الوعد الذي ينص على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، مؤتمر سان ريمو، ساكس بيكو، اتفاقية ساكس بيكو عام 1916، وعد بلفور عام 1917، مؤتمر سان ريمو عام 1920. وهذه المؤتمرات وهذه التواريخ مهمة طلابي للامتحان الوزاري. هذا طلابي مجمل الحديث في هذا الأسبوع عن هذه المادة المطروحة أمامنا، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم للحديث عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. شكراً لحسن استماعكم، ودمتم برعاية الله.